ولذا هذا في كل زمان للأسف ومكان ينظرون إلى ما يسمى في زماننا بالبروستيج، بالمظاهر الكذابة، فينظر إلى هذا الشخص. هذا الشخص إيش أنت؟ أنا أدرس في الناس وأعلمهم. تدرس في الناس، شو الخلوة بتاعك؟ خلوة عاد؟ لا، لابد يكون الخلوة بتاعك أبو الألف دينار. لا يا أخي، مش هيك. شو سيارتك؟ سيارتي 700 ليرة. لا، لابد سيارتك تكون 20,000. هذا هو هلاك الناس، من هنا جاء الهلاك. فتجد الشباب يهلكوا من وراء هذه الأشياء الفارغة، والبنات. فأصبحنا مظاهر كذابة. قل له هذاك فقير مكسور عليه أجار البيت 3 أشهر، وهذاك الفقير هاتك 2000 دينار نوزع على الفقراء. إيش 2000 دينار؟ طب ما أنت معك بتقول 20 تشتري سيارة، هات لك 2000 نوزع على الفقراء. لا، هاي 20 ليرة، ممكن 30، 200، 2000. يا رجل غير الكلام. هاي هذا مش عارف يتجوز، خلينا نجوزه، نعطيه 1000، أنت 1000 وأنا 1000، شو رأيك؟ نعم أعطيه. ليش هم بقية أهلي؟ إذن هاي المظاهر الكذابة التي أهلكت الناس، فسالم بن عبد الله حاربها عمليا، لباس متواضعة يدخل بها على أمير المؤمنين. شو رأيك؟ اسأل نفسك اتجاه هذا الأمر.